السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا أخبار مش سعيدة خالص، وهي نقل الفنانة الجميلة يسرى للمستشفى للعناية المركزة وابتدائها الحجاب واعتزالها الفني نهائيا بعد موت الفنان الجميل رحمه الله هشام سليم، وبعد ما ترك لها وصيته اللي بيأكد فيها ان هي تدي ما تبقى من علاجه، لان احنا كنا عارفين ان هو عنده طبعا اللهم احفظكم سرطان الرئة، وكان بيتعالج منها من منذ 22 سنة. فكان طبعا اكثر الفلوسه طبعا صرفها على علاجه في المستشفيات، واللي تبقى منها كتبها طبعا لأولاده، وكتب الكلام ده كله في وصية، ووصى يسرى ان هي تنفذ له الوصية دي. وكانت طبعا من ضمن الوصية ان هي الوصية هتتوزع على البنات، بناته التلاتة بالتساوي بما فيهم نور، لان نور قال ان هو طبعا بعد ما عمل عملية التحويل وبقى شاب، فهو بيقول طبعا هيبقى رقيق القلب وشخصيته مهزوزة، فلذلك هو قال ان هو هيورث زيه زي اخواته البنات، وهيبقى لان هو لسه في البطاقه بتاعته ان هو انثى، ما بقاش لسه ذكر، ما كتبش في البطاقه ذكر. وطبعا اترفض في مصر ان يتعمل ذكر، ويسرى حاولت في كل المجالات ان هي تحول البطاقه من انثى لذكر، ولكن ما نفعش، وفضل في البطاقه ان هو انثى، ولذلك هيورث زي الانثى. يبقى بالتالي زوج يسرى هيورث، ويسرى هتورث، والعيله كلها هتورث لان هم بنات. فكان في قلق، وكان في تصميم، هو يقال ان عشان تصميم يسرى ان هي تحول نور من نور من نورة الى نور، يعني تحوله الى ذكر، وبتمشي في اجراءات الورق. طبعا ده ازعج جوزها اللي هو خالد سليم، وطبعا هيحرمه ان هو هيورث في الميراث، لان لو بقى ولد خلاص الولد بيحجب اي ميراث تاني هو واخواته بس. فطبعا قامت مشادة كلامية بينهم، لكن هم اشعوا ان هم اتطلقوا، لكن انا برجح ان هم لسه ما اتطلقوش، ودي مشادة كلامية زي اي زوجين ما بيتخانقوا مع بعض في اي بيت، وهي لسه على ذمته، لكن هم يعني متخانقين خناقه، بس خناقه كبيره شويه. وعلى اثر هذه الخناقه جات لها وعكه صحيه جامده، وتم نقلها الى المستشفى في حاله اعياء شديد. ده يقال وقالوا في السوشيال ميديا الكلام ده، لكن الله اعلم بالحقيقه هل هي فعلا في المستشفى وبتعاني من صحتها تعبانه قوي، وان هي فعلا هتعتزل الفن نهائيا. وهي قالت كمان ان هي تروح تعمل عمره وتدعي له هناك لهشام. وولدت هشام سليم لسه لغايه الان ما تعرفش ان ابنها مات، ومش عارفين يقولوا لها الخبر ازاي، وربنا يصبرها ويصبر يسرى ويصبر بناته ويصبر المصريين اللي بيحبوه، لان هو فنان محترم وراقي، والله يرحمه ونحسبه في الجنه ان شاء الله. وكده خلصت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك والشير، وفعلوا زر الجرس.